السلام عليكم، معكم حسني عبد العالي كاتب فرع جماعه ولاد سعيد. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نحاول نطرقوا مجموعه المشاكل التي وقعت لنا مع المنسق ديال الحزب اللي بلا ما نذكر الاسم ديالو راه معروف هنا في على صعيد الاقليم. من هذه المشاكل هذه هي الوعود الكاذبه اللي من النهار الاول هو تيطرق لنا، عندنا الطرقان، عندنا النقل المدرسي، عندنا تعبيد الطرق، عندنا هادشي كامل غمضنا عينينا عليه في المره الاولى. الحقاش ماشي حنا اللي اختاريناه، بطبيعه الحال هو اللي جا اختارنا وقلب علينا ودارنا واحد التكتل مهم في الاول. على التالي السيد ولا انفرد بالقرارات ديالو السياسيه ولا تتجاوز في كتاب الفروع ورؤساء الفروع ولا عنده قرارات تنفرد بها راسه. والنقطه التي افادت الكاس او ما نقولش افادت الكاس، من بين المشاكل التي عانت منها جميع كتاب الفروع هي توزيع ديال القفه اللي كان طالب بها السيد المنسق وطالبنا انه نجيبوا له توقيعات او عدد الساكنه المستفيده من توزيع القفه التي بلغ العدد ديالها 150 قفه. نتفاجأ للاسف الشديد انه تم منح الفرع ديالنا 40 قفه، مما ادى الى خلق زوبعه، تنقول بهذا المعنى زوبعه، بين افراد القبيله او افراد المكتب الذي تم تاسيسه في جماعه ولاد سعيد، والذي الى اليوم لا زلنا نعاني من التبعيات ديالو، بمعنى الناس مابقاش عندهم الثقه في هذا الشخص اللي هو كاتب الفرع. وفي نقطه اخرى كذلك هي الاتفاقيه التي تم الابرام ديالها من طرف شخصي انا رئيس جمعيه افاق جماعه ولاد سعيد مع السيد رئيس جمعيه اجيال الشاويه، واللي فيها مجموعه من المشاريع التي تم التطرق اليها، لكن للاسف الشديد الى يومنا هذا لم ترى النور، كانت مجرد كذب في كذب. اذا هذا السيد هذا احنا كممثلي الحزب تجمع الوطني الاحرار اختارينا هذا الحزب هذا عن قناعه شخصيه نابعه من حب ديالنا لهذا الحزب هذا، وبغينا نخدمه ونزيدوا به القدام، ولكن هذا السيد هذا ما شاء الله انه عنده قرارات انفراديه، عنده قرارات تياخذها غير راسه، لا تمت للحزب بصله البته، يعني انه تضرب في المصالح ديال الحزب في اقليم سطات. بخصوص المنسق الاقليمي نقول واقول ان اهل مكه ادرى بشعابها، وحنا ضد هذيك التفرقة أو ضد العنصرية أو التمييز ما بين أبناء الوطن الواحد. قلنا أن هذا السيد هذا إطار، كان عندنا إطار هنا في مدينة سطات أنه كان في وزارة الشباب والرياضة، قلنا أنه تعرف المشاكل ديال سطات وما المدن التي تحيط بها أو القرى التي تحيط بها، قلنا أنه غنشتغلوا معاه على أساس أنه عنده حب ورغبة في تنمية المنطقة والدفع بها إلى الأمام، ولكن للأسف الشديد نجد أنه ينفرد كما سبقت الإشارة إليه بقرارات انفرادية بمعنى أنه لن يستشير ولا يستشير أي شخص من طرف أفراد الحزب ديال تجمع الوطن الأحرار مدينة 16، واللي كاين فيه رجال أكفاء، كاين فيه رجال أكفاء ذو كفاءة عالية قادرين على تسيير هذا الحزب هذا. لهذا أقول أن الذي يخدم البلاد هذه البلاد هذه هو ود المنطقه، ود البلاد الذي يعلم خبايا هذه المنطقه من صغيرها الى كبيرها. في ختام التدخل ديالي هذا تنبلغ واحد الرساله مباشره الى السيد عزيز اخ النوش، الذي عرف او الذي يعرف عليه انه شخص جدي ويحب العمل والتجميع او كما يقول اغراس انه يتدخل لنا في هذا المشكل هذا من اجل ارجاع المياه الى مجاريها واعاده الامور الى نصابها الطبيعي، وشكرا.